لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لامين تذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأصح تفسير وأوجه التفسير، قال الله أعلم بمراده بذلك. هذا خلاصة بحث طويل، الله أعلم بمراده بذلك. فيقول القاضي كنعان ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل بعض الصور معنى مستقل بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك، فهي سر الله تعالى في القرآن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: نؤمن بها ونقرأها كما نزلت. ولكن ذلك لا يمنع من التماس الحكمة من نزولها هكذا، فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزا للعرب، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. فلو كان زعمهم هذا صحيحا لكانوا هم أقدر على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه، لأنهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا وبهتوا مع قيام التحدي إلى الآن، ولو استطاعوا لفعلوا. كل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا خلاص الكلام. بعض العلماء يعني جمع جميع الحروف المقطعة في أوائل السور، نعم أحسن، وحذف المكرر منها، يعني جمع ألف لام ميم مع حاء ميم مع عين شين قاف مع هذه الحروف المقطعة كلها في أوائل السور، حذف المكرر ثم كون منها جملة. خرجت هذه الجملة التي ذكرها الأخ الفاضل: نصف حكيم قاطع له سر. ولكن هذا في مجال الحجاج العلمي لا يعتبر دليلا علميا، زي حكاية انك تعد حروف في سورة القدر فتقف عند كلمة هي وتكون حق كلمة 27، هذا ليس منهج العلمية. وبعض الناس يقولون هذه أسماء للسور، وبعضهم يقول من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن اختيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هنا هو أفضل ما يقال: الله أعلم بمراده بذلك. لكن كما ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إعجاز القرآن، والتدلل بأن أغلب سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة يليها مباشرة إشارة إلى القرآن الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب هو القرآن الكريم. فيستعمل طبعا ذلك الإشارة للبعيد، وتستعمل هذا في الإشارة إلى القريب. القرآن هنا قريب، فما السر في أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب إشارة إليه بالبعيد؟ السبب أن ذلك هنا يساوي هذا، هذا معروف في لغة العرب التقارب بين هذا وذاك، التقارب بالضبط، يعني أن يقترب هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا. مثلا قوله تبارك وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك معنى هذا. كذلك في قوله: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، تلك بمعنى هذه. كذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بمعنى هذه لأنها قريبة. كذلك يستعمل العصر، يستعمل هذا مكان ذلك، مكان البعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه به رسول بعض الصحابة المجاهدين البحر ومجاهدين في سبيل الله، قال فيهم: يركبون سبج هذا البحر، والمقصود ذلك البحر. فهنا استعمل هذا معنى المكان ذلك، فالمقصود ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. ومن قال بل ذلك إشارة للبعيد على ما هو عليه الأصل، يعني قالوا هذه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. ذلك الكتاب، ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. ولا يصح في نقل هذا، لا يصح أبدا أن يقال كلمة الكتاب مشار بها إلى التوراة أو إلى الإنجيل، فهذا لا يقبل بحال من الأحوال أن يقول قائل ذلك الكتاب أشار إلى التوراة أو إلى الإنجيل، بل هي إشارة إلى القرآن الكريم. ذلك أي هذا الكتاب يعني الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه. ريب مصدر رابني، والريب هو خلق النفس واضطرابها،
فتستعمل بمعنى السبت مطلقا او مع تهمة، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فمعنى قوله لا ريب فيه يعني لا ريب ولا شك في انه نزل من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان العرب مع بلوغهم الفصاحة الى النهاية عزموا عن معارضة اكثر صورة منه، وقد بلغت حجته في الظهور الى حيث لا يجوز للعاقل ابدا ان يرتاب فيه، لا انه لا يرتاب فيه احد اصلا، يعني لا ريب فيه ان العاقل الذي يعي ويفهم لا يرتاب في القران لا العاقل، لكن العقل فيه اثى وفيه مرض، فهذا هو الذي يرتاب. مش معنى ذلك انه لا يرتاب احد في القران، لان الواقع ان الكفار يرتابون في القران. واضح المقصود من العاقل الذي يعي ويفهم آيات الله ويتدبر لا يقع أبدا في هذا يعني الريب. قال بعض العلماء لا ريب فيه، قالوا هذا خبر بمعنى النهي يعني لا ترتابوا فيه، غيره الخبر والمراد به الإنسان يعني لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على ريب يعني يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين. أيهما أولى؟ أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أم أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ أيهما أولى؟ نعم، ولكن يقول ذلك الكتاب لا ريب وتقول فيه هدى، فيه هدى، وحكما تقول هو كله هدى أقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه منزل عند الله، لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو كله هدى، هذه أقوى من أن تقول فيه هدى. أي نعم. ولذلك قال العلماء والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى لقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يثير قوله هدى صفة للقرآن كله، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى، لكن هو كله هدى للمتقين. يقول لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم. هدى خبر ثاني، أي ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا الخبر الأول، هدى للمتقين خبر ثاني. هدى للمتقين المقصود أنه هادم للمتقين. وبعض العلماء قالوا يحتمل هدى ان تكون مرفوعه عن النعت او ان يكون منصوبا على الحال. وطبعا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين يكون هنا الصائرين الى التقوى بامتثال الاوامر واجتناب النواهي لاتقائهم لذلك النار، ولذلك سموا المتقين لانهم يعملون الاعمال الصالحه يمتثلون الاوامر ويجتنبون النواهي كي يقيهم ذلك عذاب النار. واصل التقى في اللغة معنى كلمة التقوى في اللغة أصلها قلة الكلام، تقوى أصلها قلة الكلام، ومنه قول قائل التقي ملزم يعني لا يتكلم كثيرا. ثم هنا ملاحظة مهمة جدا، قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة؟ أنا أقول نعم نعم، هداية التوفيق والتسديد. ما الدليل؟ للمتقين كان التوضيح الشرح التفصيل إقامة الحجج المناظرة لتوضيح الحق، هذه هداية، هذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل، الرسل وأتباع الرسل يعني يوصفون بأنهم هداة من هذه الحيثية. ما دليل من ذلك على فهم القرآن أو النموذج من القرآن؟ فكان لا تهدي، انت قلت انك لا تهدي من احببت، دي الهدايه الايه؟ الهدايه الاخرى، لكن وانك لا تهدي الى صراط المستقيم يعني توضح وتبين وترشد. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بمعنى بينا واوضحنا وارشدنا، اللي هي بيان الحق من الباطل. كذلك قوله تبارك وتعالى في سوره الرعد ولكل قوم هاد، يعني يبين ويرشد ويوضح ويفهم ويجادل يعني عن الحق. فمعنى هذا النوع من الهدى هداية الضام بهذا المعنى
باعتبار انه ارشد الى الحق. فما حصل له هو خلق الله تبارك وتعالى، الانتباع في قلب العبد، يعني يمكن انسان يرى الحق ثم لا يوفقه الله تبارك وتعالى الاتباع عليه، كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه السلام كما يعرفون ابنائهم يعرفون انه رسول من عند الله، كما كان يعرف ابو طالب انه رسول من عند الله، كما كان يعرف فرعون ان موسى رسول من عند الله، قطعا ما في شك في هذا، لكن جحدوا واستكبروا وعاندوا. هذا هداه موسى من حيث البيان والارشاد والتوضيح، واضح. لكن هل وفقه الله باتباع هذا الحق؟ هل خلق في قلبه اراده ذلك الحق وسدده وطوره؟ هذه فضل من الله تعالى انما يختص به عباده الصالحين. فاذا الهدى الاخر من النوع الاخر من الهدى هو خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد. يقول تبارك وتعالى: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال تعالى: انك لا تهدي من احببت. وقال تعالى: من يهدي الله فلا مضل له. اذا قلنا هنا في تفسير قوله تعالى: هدى للمتقين، فان هذا فيه اختصاص للمؤمنين. اختصاص المؤمنين فدل على ان الهدايه ايه؟ الخاصه وليس هدايه الهدايه اللي هي هدايه البيان والارشاد، هدايه التوفيق والتنزيل وخلق حب الحق والانقياد في قلب هذا العبد، وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى: هدى للمتقين. هدى للمتقين، ما مفهوم المخالفه بالنسبه لهذه الايه؟ هدى للمتقين مفهومها ايه؟ يعني ان غير المتقين هذا القران ليس هدى له، انما هو هدى لمن؟ للمتقين. فغير المتقين ليس هذا القران هدى له، هذا مفهوم. هل صرح لهذا المفهوم في ايات القران الكريم؟ تؤكد هذا المعنى الذي استنبطناه من مفهوم قوله هدى للمتقين، بل منصوص مفهومها ان هذا القران ليس هدى للكافرين او الفاجرين غير المتقين. هل هناك ايات صرحت في القران الكريم بهذا المفهوم؟ نعم، فالذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الايه بتقول ايه؟ لو جبت الايه المعقوله لاحسنت. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. ايه اخرى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اينا ويقول تبارك وتعالى ايضا: انما انت منذر من يخشاها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط انذر من يخشى الساعه ام انذر جميع الناس؟ انظر جميع الناس، لكن لما كان الذين ينتفعون بانذاره هم المؤمنين المتقين عبر بذلك في قوله تعالى: انما انت منذر من يخشاها. يقول تعالى: انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مع انه كان نذيرا للعالمين صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا قوله تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. هؤلاء كفار، كلما يزيد نزول القران كلما يزداد طغيانا وايش؟ وكفرا. ليس هو لهذا المعنى هدايه لهؤلاء، انما هو هدايه فقط لمن؟ للمتقين. هدايه هنا ليست بمعنى الاول هدايه، انما هدايه لايش؟ خلق اراده الحق والتوفيق اليه وتسديده. القران في نفسه هدى، لكن لا يناله الا الابرار. الدواء الموضوع في الصيدليه، بعض الناس تاخذه وتنتفع به، والبعض الاخر يعرض عنه، وبالتالي لا يكون سببا في شفائه، واضح، ويتضاعف مرضه. فهل اعراض هؤلاء عن التداوي بالدواء يقتح في انه دواء للشفاء وانه سبب الشفاء؟ لا يقتح، لكن الذي يتعاطاه هو الذي ينتفع به. فلذلك القران هو هدى حتى للكفار، لكن لا ينال ولا ينتفع به الا الابرار. يقول تبارك وتعالى: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. هدى للمتقين. ثم بين تبارك وتعالى من هم هؤلاء المتقون. قال هنا: المتقين يعني الطائرين الى التقوى،
بامتثال الاوامر واجتناب النواهي لاستقائهم بذلك النار. ثم بين صفاتهم فقال تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب مصدر غاب، غاب غيبا بمعنى استقر واحتجب وخفي، وهو بمعنى فاعل. الذين يؤمنون بالغيب هنا غير بمعنى فاعل، يعني كانها ايه؟ الذين يؤمنون بالغائب، بالغائب الاشياء الغائبه يعني التي لا ترى، كالزور للزائر. فأطلق عليه هذا يعني المصدر مبالغة. والمراد بالغيب ما لا يقع تحت الحواجز ولا تقتضيه مدائن العقول، وإنما يعلم بخبر الأنبياء. فلا سبيل إلى معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي الذي يأتينا به الأنبياء عليهم السلام. الغيب كل ما لا يتناوله حسنا، كذلك الله تبارك وتعالى الملائكة، الجن، النار، الكرسي، اللوح، القلم وغير ذلك من الغيب، العرش هكذا. فمعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب يعني قولا واعتقادا وعملا. ومعنى يؤمنون طبعا الايمان في اللغه هو ايه؟ التصديق. الايمان لغه هو التصديق المحض، لكن الايمان شرعا واصطلاحا هو قول وعمل جديد، وينفذ جديد بالطاعات وينفذ بالمعاصي. الايات التي وصف الله تبارك وتعالى فيها حال الكافرين بقوله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم خلق الله تبارك وتعالى بعدما ذكر فريقي المؤمنين ثم الكافرين في آيتين، ثم فصل تفصيلا عظيما في احوال صنف ثالث من الناس، بدا وصف حالهم وكشف صفاتهم بقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. لم يبين من هم هؤلاء الناس ولم يصفهم بصفه معينه، ولكن بين ذلك في قوله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ونلاحظ هذا الكم الكبير من الآيات في وصف أحوال المنافقين بالمقارنة بما سبق في آيتين فقط في وصف أحوال الكافرين، وما ذاك إلا للتحذير من خطر المنافقين وبيان يعني سوء تدبيرهم ووجوب الاحتياط من شرهم، كي لا يغتر المؤمنون بظاهرهم الذي يظهرونه. ومن المعلوم أن الآيات التي فيها صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية، لم يرد ذكر المنافقين ولا صفاتهم في السور المكية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق. أيضا في بداية المرحلة المدنية لم يكن هناك نفاق أيضا، بداية أوائل المرحلة المدنية حيث لم يكن للمسلمين شوكة فخار، بل لم يكن لهم شوكة ولا كيان قوي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادع قبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. فكان المدينة لما هاجر إليها الأنصار وهم الأوس والخزرج، وكان فيها أيضا من أهل الكتاب اليهود وهم بنو قينقاع خلفاء الخزرج، ثم بنو النضير وبنو قريظة وهم حلفاء الأول. فبالنسبة للأنصار أسلم من أسلم من الأوس والخزرج، وأما اليهود فأسلم قليل جدا منهم وعلى رأسهم عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذه المرحلة لم يكن أيضا في المدينة نفاق. ثم بعد وقعة بدر العظمى، لما وقعت وقعة بدر وأظهر الله سبحانه وتعالى كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال حينئذ عبد الله ابن أبي ابن سلول، قال: هذا أمر قد توجه، يعني فيما يبدو أن الغلبة والتمكين سيكون لهذا الدين، هذا أمر قد توجه. فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته، ودخل معهم أيضا في نفس هذه الفئة آخرون من أهل الكتاب، فمن ثم ولد النفاق في المدينة وفي من حولهم من الأعراب. وكان عبد الله بن أبي بن سلول كان ابن سيد
طائفتي الأوس والخزرج في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فلما أسلموا واشتغلوا عنه بقي في نفسه من الإسلام شيء، وهذا رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول. يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بين كما ذكرنا أن هؤلاء الناس المقصود بهم المنافقون، وأصل كلمة ناس أصلها أناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، وحذفها مع لام التعريف كاللازم، يعني إذا دخلت أل على كلمة أناس فكأنه يلزم أن تحذف هذه الهمزة، فيقال أن لا يقال الأناس ولكن يقال الناس، حذف الهمزة مع لام التعريف كاللازم. وسموا ناسا لظهورهم، لأنه يعني نوع من المخلوقات يرى ويؤنث، يؤنث يعني يرى ويظهر ويبصر، بعكس الجن، فإن الجن لم لاجتمالهم واختفائهم عن الآية يسموا ثم جنا، ولاحظون كلمة الجن في كل ما خفي، فلما جن عليه الليل والجنين في بطن أمه، ويقال المجنون لأنه غاب عقله، كذلك الجنة لأنها لا ترى الآن، واضح؟ فهكذا، فالجن سموا لاجتمالهم، والإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون يعني يبصرون ويشاهدون، وقيل سموا إنسا من الأنس وهو ضد الوحشة، لأن الإنسان مدني بقطعه، والقول الأول أولى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول هنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني يوم القيامة، لأنه آخر الأيام. وما هم بمؤمنين، فروعي في قوله تعالى وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من، يعني كلمة ومن الناس من يقول، معنى كلمة من التعبير عن جماعة، ولذلك قال وما هم بمؤمنين، وفي ضمير ومن الناس من يقول روعي فيها اللفظ، فيقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول، على أساس أن اللفظ على واحد، لكن بعد ذلك وما هم بمؤمنين روعي معنى كلمة من، فعبر عنهم بالجمع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة بوزن المفاعلة هي استعمال الخدع من الجانبين، أن يحصل من الجانبين مخادعة، وهذه المخادعة هي إظهار الخير واستبطان الشر، ومخادعة الله سبحانه وتعالى هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما خداع المنافقين يعني على القول لأن المخادعة تستوجب مقابلة خداع من الطرفين، فهناك خداع من الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، وهناك خداع من المنافقين للمؤمنين. فأما خداع المنافقين لأنهم يظهرون الإيمان والمحبة ويبطنون الكفر والعداوة، وأما خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين هؤلاء المنافقين فهي مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم لحكم دمائهم وتقسيم أموالهم وغير ذلك، مع ادخار العذاب الأليم وسوء العاقبة وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بالوحي، لأن الوحي ينزل ويفضحهم، أي نعم، وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. لكن الفرق بين خداع المنافقين وخداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين إياهم أن خداع المنافقين لا ينجح إلا في أنفسهم، لا يكون له مفعول وأثر إلا على أنفسهم، فيعود وبال هذا الخداع على أنفسهم بإهلاكها وإشقائها. أما خداع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر فيهم أبلغ التأثير، كما قال تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطلوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، لإظهار الإسلام فيدفعون أحكام الكفر عنهم، ك يعني القتل والأسر وضرب الجزية عليهم. وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي القراءة الأخرى وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون يعني وما يعلمون خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد، يعني الإمام السيوطي يرجح أن المخادعة هنا ليست مفاعلة تقتضي خداعا من الجانبين على النحو الذي بيناه، لكنه يرى أن المخادعة هنا من واحد تماما كقولك عاقبت اللص، هل المعاقبة هنا من الطرفين؟ فهذه صيغة أيضا تعني وقوع المعاقبة من طرف واحد،
يقول وذكر الله فيها تحسين. وفي قراءة وما يخدعون من غير ألف. هنا يعني قاعدة لابد أن نصحبها حينما يعبد الإمامان الجلالان عن القراءات. فإذا قال يعني واحد منهم في قراءة هذه العبارة يجير بها كل من الجلالين إلى القراءة السبعية أو القراءة التي في العشرة. أما القراءة الشاذة فيومئون إليها بقولهم قرئة وقرئة. هذه تكون إشارة إلى أن هذه القراءة شاذة. ولذلك هنا القاضي كنعان في هذه الطبعة أضاف بعد كلمة قرئة شذوذا حتى يعني لا ينسى القارئ هذا المعنى. يقول وفي قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم. في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض هو السقم. هو السقم. والسقم المرض هذا المرض عندهم ضعف يقينهم وضعف دينهم. فكما توصف قلوب المنافقين بالمرض والسقم كذلك توصف قلوب المؤمنين بالسلامة كما قال تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو المقصود في قلوبهم مرض يعني مرض الشك ومرض التردد لأن المنافق متردد منافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم في صفات المنافقين يقول عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وهذا كما ذكرنا في صحيح مسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. ومعنى العائرة يعني المترددة الحائرة تعير بين الغنمين يعني تتردد وتذهب. فالمرض هنا المرض الايه التردد. فهم يذهبون لا يعرفون اليقين ولا الجزم. معنى في قلوبهم مرض يعني مرض التردد والشك لأن سمة المنافق التردد ولأن المريض متردد بين الحياة والموت. فزادهم الله مرضا يعني فزادهم مرضا آخر شكدا وحسدا وغلا لإعلاء كلمة دينه ونصرة رسوله والمؤمنين. فبالتالي ازداد المرض الذي في قلوبهم. ثم قال تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم. أليم يعني مؤلم موجع يبلغ إيجاعه غاية البلوغ. ومنه يعلم إيثار كلمة أليم في عذاب المنافقين على العظم المتقدم في عذاب الكافرين. فإن حينما تكلم الله سبحانه وتعالى فيما قبل عن الكافرين قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المنافقون لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولأنهم أسوأ حالا من الكافرين عبر بالأليم وفضل وآثر حق المنافقين من كل عذاب أليم. لماذا؟ لأنه بالغ في الإيلام الغاية العظمى. وقوله بما كانوا يكذبون هذه الباء إما للسببية أو للمقابلة يعني إما أن المعنى ولهم عذاب أليم بسبب كذبهم وهو قولهم آمنا لله وباليوم الآخر وهم غير مؤمنين. أو ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي في مقابلة أو بمقابلة كذبهم أيضا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. نعم. وفي هذه الآية تقبيح للكذب وتنفير منه بما كانوا يكذبون إشارة إلى كأن السبب الأساسي أو السبب في عذابهم واستحقاقهم هذا الوعيد هو أنهم كانوا يكذبون. ومعلوم أن هذا أحد الأسباب الكذب. أما الأسباب الأخرى فهي كثيرة ومعروفة كما ستتضح في هذه الآيات. لكن قد يعبر الله سبحانه وتعالى عن إهلاك الكافرين أحيانا ببعض الذنوب تنفيرا منها وتغليظا في حق فاعليها واستعظاما لها وتنفيرا على ارتكابها كما قال تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه السلام مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوم نوح كانوا كفرة فإن لكوهم إنما كان بسبب كفرهم بجانب المعاصي. فتعظيما لشأن الخطايا التي يعني تدنتوا بها أحصل خطيئات استعظاما لها وتنفيرا من ارتكابها. فقال مما خطيئتهم أغرقوا. وقال هنا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكما رسمنا الباء للسببية أو للمقابلة. يقول هنا في قلوبهم مرض أي شك ونفاق.
فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها يعني يجعل اليقين فيها ضعيفا. فزادهم الله مرضا أي بما أنزله من القرآن لكفرهم به، لأنه لا يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو بنقصان. أما المؤمن فيزيد إيمانا، وأما الكافر فيزداد ريثا إلى جلده كما يقول تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إلى آخر الآيات. كذلك يقول تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول: فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم. وكما نوهنا من قبل قال في حق الكافرين: ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأن الأليم هو الذي يبلغ إيذاؤه غاية البلوغ، لما كانوا يكذبون هذه قراءة أخرى، أو بما كانوا يكذبون. يقول: بما كانوا يكذبون بالتشديد أي بما كانوا يكذبون نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبالتخفيف بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر.